السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. أخيرا استعراض أو تختيم لعبة ذا فيل النسخة التجريبية. طبعا اتطلبت مني كتير، أنا عارف إني اتأخرت في الفيديو لكن هقول لكم السبب على السريع. أولا في حد اشتكى في الفيديو اللي فات إن الصوت مونو مش ستيريو، وأنا لما رجعت الفيديوهات لاحظت الموضوع ده مع إن أنا مخليه ستيريو في الأو بي إس. فالموضوع طبعا متعب جدا واضطريت أغير اعدادات كتير عندي وجربت كذا اصدار من البرنامج لحد لما عرفت في الاخر انا لازم اشتري تشيب معينه كده، حاجه جهاز اشتريته من امازون ما كانش رخيص يعني، عشان اقدر احول الصوت من الجهاز من الكمبيوتر بتاعي او من اللابتوب للجهاز ده وبعدين يرجع يديه الاو بي اس بمدخل معين، يعني موال طويل جدا. فصدقوني انا تعبت، ودي تامن مرة هعيد فيها تسجيل الفيديو ده، لان كل مرة يا اما صوتي ما بيظهرش يا اما بيحصل حاجة تبوظ الفيديو. فان شاء الله ينفع، فانا عايزكم بس تبقوا مقدرين التعب اللي انا تعبته عشان اخلص الفيديو ده. فمن غير كلام كتير يلا بينا. Falling Squirrel presents The Veil. Press the right trigger or space bar to begin. مسطرة. Use arrow key. Load game. Start. حالتنا game. ستارت طبعا. Press space bar to... مش هحكي لك طبعا على التحكم ولا الحاجات دي، انت المفروض عارفها من الفيديو اللي فات وتغيرها ازاي. Who are you? Who are you? Use انت the مين؟ arrow keys to select استخدم الاسهم options. عشان تختار. في شخصيات كده نقدر نلعب بيها يعني. I am يعني. Prince Alexander of Glades. I'm Prince Alexander of Glades. اختار مسطرة عشان تستخدمه. I am Prince Alexander of Glades. I am Princess Alexandra of Glades. I am Prince Alexander. انا عايز الكسندر صراحة. الكسندر حلو برضه يعني، هما الاتنين نفس الشخصية تقريبا. The king is dead. الملك مات. It was not a hero's death. بس مش موت البطل. It was a slow death. الموت البطيء لراجل عجوز. But it gave him time to plot and fuss about his affairs. بس ده له وقت يفكر غلط على في ابنه التاني. هيعمل فيه ايه؟ He hid away in the keep. ابنه الكفيف ما قدرش يبقى موجود جنب اخويا وهو بياخد مكانه في البلاط الملكي. ابويا مش هيسمح لي ان انا ادمر العيلة. انا دلوقتي ابعد ب500 ميل عن القلعة، ودلوقتي انا رايح في طريق البيت الجديد بره حدود المملكة. سامع صوت بحر. احنا فين يا عمي؟ احنا بنعدي دلوقتي. انت يا أليك ده بيتك دلوقتي، اوصفولي. انا بقول له بيتهيأ، بيقول له وصفها لي. قال له بيتهيأ لي الريحه كفايه ان هي تعرفك. بيقول له ايه رايك؟ قال له من وجهه نظري دي افضل امنيه ممكن ياخدها امير. فبيقول له امنيه ابويا الميت ان انا اجي هنا وصيته. قال له عايز يبقى ليك حاجه خاصه بيك. بيقول له ابويا المتوفي عايز ابنه يبعد اكتر، يعني ابعد حاجه يعني. بيقول له مش سهل تبقى في ظل حد. انا بحب الظل. بيقول له انت دلوقتي بتعمل حاجه صح، بتعمل قرار حكيم. I'll make some chieftain's daughter a disappointing husband. فبيقول له انت تقدر تبدا حياه جديده. قال له لا مش عايز ابقى اتجوز واحده وابقى راجل حد يخذلها يعني. ده هو بيقول له ان انا ماليش لازمه. في حد جاي؟ لورد ايه؟ ودادن رايدرز جايين من الشمال. بيقول له قد ايه؟ قال له جيش. نقدر نوصل القلعه؟ قال له لا ده وصلنا دلوقتي. Wait here, Alex. Uncle. 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 يا لهوي على النفخ. دغدغت. دي العربية اللي فيها أليكس.
كده الشابتر الأول خلص. yeah Alex. Alex Alex. Are you okay? أنت كويس؟ Who's that? إيه ده؟ Your brother. Theo. أنا أخوك Theo. Yes. Theo. أيوه. إيه اللي حصل؟ We were playing blind seeker. بنلعب استغماية. Fell down the stairs of the lodge. وقعت من على السلم. This always happens to me. دايما بيحصل معايا صح؟ Because you're the only one who can't. عشان أنت الوحيد اللي ما تعرفش تغش. Everyone else peeks under the blindfold. كلنا أي حد تاني بيشيل البلايند فولد. He led me to the edge of the stairs. بقول له لا ده خدعني وقعني من على السلم. قال له يعني هجيب لك حقك. بيقول له هواقف هناك اهوت مش هقول له بابا حاجه. هو يعني في حد زقه من على السلم وهم بيلعبوا. فده الواد بتاع المطبخ الطباخ فهو اخوه ثيو بيقول له يعني ايه تقدر انك تضربه انا مش هقول لبابا يعني. تعال نروح له بقى. WASD عشان نتحرك. فين يا ابني؟ انا هات الصوت اللي هناك ده كده. هو يقول له سوينج يعني نضرب. ضرب عطسهم. بيقول له اقف يا اليكس انا بكرهك. خلصت يا اليكس؟ And the game is over. لعبة خلصت. We'll be wanted back in the kitchens. هو لازم يرجع للمطبخ دلوقتي. Did that feel good, Alex? Thank you. بيقول له ده خلاك تحس أحسن. قال له آه شكرا يا ثيو. قال له دول الأخوات موجودين يعني ثيو بيشتري خاطره يعني. You wanted to see me, uncle? عاوز تشوفني يا عمي؟ I've heard you found a new use for your cane. أنا لقيت إن أنت لقيت استخدام جديد لرجلك. قال له ثيو قال لك على الواد بتاع المطبخ؟ قال له اه. قال له ده وعد انه ما يقولش. قال له انا وعدت اني ما اقولش لبابا. قال له ما عملش. قال له انا وعدت اني ما اقولش لبابا وما قلتش. قال له تقدر تروح دلوقتي يا ثيو. What is my punishment? Boys like Rolf ايه عقابك؟ بيقول له لو حد عايز يتلم يبقى انا كان لازم اعلمك كده من زمان. I'm here for a lesson. قال له انا هنا عشان درس. قال له لو عايز. All right. ايوه. What do I do? اعمل ايه؟ تسمع بانتباه. I stand directly in front of انا واقف قدامك بالظبط. And I want you to swing your cane at me. اضربني بالرجل. Want me to hit you. عايز نضربك؟ Yes. ايوه. Press arrow keys in the direction you wish to swing. بلعب الاربع تسهم في الاتجاه اللي انا عايزه. كده قدام. Excellent. Now, when I move, your head will remain facing forward. لما انا اتحرك هتسمع حركتي والهواء حواليا. Any time now. اه هنا. Swing. واقف على شمالي. Excellent. Now, I'm moving to stand directly in front of you again. I want you to swing as many times as you can. بقول له انا واقف قدامك دلوقتي اضرب باقوى قوتك وباسرع حاجه. Faster. That's good. Know your limit. بيقول له اعرف حدودك. استخدم قوتك صح. اللعبه بتقول لي ان انا ليا ضربات معينه وبعدها لازم استنى شويه على ما استريح. محارب تعبان هو محارب ميت. بيقول له انت فاكر ايه اهم حاجه في الحرب؟ اني ما اموتش؟ لا. كان بيفتكر ده عمه اهو. اليكس عمي قادر تقف؟ مش قادر اوصل لك. روح للبحر. اتبع صوت الميه. استخبى هناك. هجيلك. روح دلوقتي. دي زي كاتسين كده بيعلمنا اضرب ازاي. سامع صوت الايروز حواليا. البحر على الشمال اهو. عملتها وصلتي. Missing audio. Listen. Established that Alex will wait for Uncle by the river. She falls asleep. أهو أليكس مستني عمه هنا.
Who's there? Uncle? مين ده؟ عمي؟ Okay. لا. Not uncle. مش عمي. You like sticks? بتحب العصيان؟ Go get it. روح خدها. يرمي العصاية عشان يجري وراي. Got a heavy one here now. لا دي هتبقى حاجة صعبة. Fair warning. You're getting this one in the muzzle. هنحاربه طبعا. ركزوا بقى. قدام اهوت. على يميني. على شمالي. Well, I won't be sleeping anymore. أنا مش هنام تاني. Where are you, uncle? فين يا عمي؟ Missing audio. Establish that Alex decides to take the road home. Alex قرر يروح لوحده خلاص ما واضح ان عمه اتكل. Who's there? ايه ده؟ Friend or foe? عدو ولا صديق؟ Depends. على حسب. Are you with the Odeden Riders? انت من الأوديدن رايدرز؟ No. لا. I'm unarmed. انا مش مسلح. I have no money. مش معايا فلوس. I'm not out to rob you. انا هنا مش عشان اسرقك. You're injured. انت مصابة. You're blind, but كفيف. Perceptive. بس مميز. Friend or foe. صادق ولا عدو. You're highborn. You're not from the borderlands. بتقول شكلك غني. انت مش من الحدود من هنا. لا انا شيبرد. In the bellies of barbarians. ولا قبيلتك فين؟ قالت له باربيريان. It would appear not. هذا جاي. انا سامع صوت رجل جاي. The king's guard. الحراس الملك اعتقد لا يا ولد Good luck. دلوقتي ده الوقت اللي هنتقسم فيه عيش الصيد يعني خلعت عندنا ايه هنا بيتهيالي كانها هديه بالنسبه لي اقتل قبل ما يجري الجنرال مش عايز سجناء بنعمل ايه يا عمي انت هتعلم ازاي استخدم السيف النهاردة بابا عاوزنا اتعلم ازاي استخدم السيف في الحقيقة لا ولا لكن في الحقيقة الامير والحاكم القادم بتاع المملكة لازم يتعلم قال له المفروض دي مهمة ثيو قال له الاخ الكبير بيتقتل كل يوم خد السيف امسكه You know I've never cared. بشكل صح. And our enemies will not care about that either when they. والله مش هتهتم انك كفيف ولا اعدائك هيهتموا لما يقتلوك. Now, I want you to swing your sword at me. Don't worry, the blade is not sharp. حرك سيفك ناحيتي البليد مش حاد النص. اضرب ناحيته وقدامي. خلينا اقول لك بس الحاجات اللي تيجي في النص دي عباره عن افكار يعني ايه اللعبة بتخليه يفتكر حاجات والحاجات دي بتعلمنا ازاي نقدر يعني المرة اللي فاتت علمنا ازاي تضرب دلوقتي بيعلمك ازاي تستخدم السيف بشكل مبتكر بدل ما يبدأ صوت يقولك وتمل يعني انا من وجهة نظري دي حاجة حلوة فخلينا نركز ونضرب من الحلال ده عشان نضرب الناس اللي جايين بعد كده فاكرين اللي قابلونا دول Very good. As you can hear, your attacks are easy for me to parry as long as I'm not. قولوا زي ما انت سامع هجوماتك اقدر ارد عليها يعني اصدها سهل لو مش بحاول اعمل حاجه مختلفه انا بحاول اضربك قولوا بتوجع قال لو مش عايز يحصل تاني لازم تضربني الاول قبل ما اضربك انت مستعد قال له انا المفروض اضربك قال له اسمع صوت حركتي حركة درعي حركة الهواء حواليا واضربني وانا جاي Excellent. One more time. Very good. Now, shall we play a little game? تعال نلعب لعبة صغيرة. No. لا. قال له وحش. اضربني ثلاث مرات وتفوز. All right. Oh. And I'm going to move around this time. وهكون بتحرك المرة دي. Of course. بالتأكيد. على الشمال بدري قوي Too early.
خد. Excellent. رفع عليك. ها على الشمال تاني. Very good. ها بيتحرك اهوت قدامي. Excellent. That's three for you, nephew. Well done. أنا طبعا اللي بضرب واخد بالك، يعني أنا اللي بضرب وأنا اللي بعمل الحاجات دي عشان هو بيدربني، ولكن أنا عارف إن أنت فاكر إنك مش محتاج تتعلمها، لكن أعدائك مش هيرحموك، مش لصغير، مش لراجل عجوز، مش لكفيف حتى، عايزك تبقى قوي، كمان أقوى من أخوك. مين يعرف المستقبل مخبي لك إيه؟ ماشي يا عمي. عم ده له فضل عليه كبير جدا واضح. روح اي حب. رجعنا تاني اهو. بسرعة ما عندناش اليوم كله. يمين. يمين يا. خد. دامت اللعنة هجملها النحو. مع سيف في حد جاي رزع على دماغه. انت الشيبرد؟ ايوه. خد ايدي. واخدني فين؟ امان. عندي كهف قريب من هنا. كويس ان هي انقذتنا مع ان انا قلت ان هي واطية يعني. اسف يا ولد ان انا مشيت. انا شكلي ما ينفعش بالقتال. اتوقع شيبرد المصابة تعمل ايه؟ انا المفروض اشكرك ان انت رجعتي تساعديني. كويس ان انت تعرف تضربي بالعصاية. اطلع اي حد هنا بيعرف يقاتل. مفيش مكان للضعف هنا. عايز ارجع للعاصمة. اخوي عاصمة؟ What are you doing out here? انت بتعمل ايه هنا؟ مهمة عائلية؟ عائلتي غنية قوي. هتتكافئي لو رجعتيني امان. بالامان يعني. ارجع شاب كفيف 400 ميل 500 ميل في طريق مليان بالصعوبة. يا ترى ايه المكافأة يعني؟ اللي هتعملي بيه ايه يعني؟ علمك الحياة رخيصة؟ خلي ايديك ايديك تبقى قذرة زينا يعني؟ قالت لها انا ممكن اديكي 1000 حاجة قصاد ان انت ترجعيني يعني. اليكس. قول له واضح ان انت سعرك مش رخيص، عندك اسم؟ اسمك ايه؟ اليكس. قول لي يا شيبرد. شيبرد؟ Getting you home, Alex, will depend on where the Odeden decide to settle in, how well I can heal up. Who we can find to help us on the way. My uncle and I were traveling with a guard when we were attacked. بيقول له رجوعك على حسب الأودادن رايدرز دول هيقفوا فين أو على الطريق أو أنا أخف إمتى. بيقول لها عمي كان معايا. قالت له يعني بيقول لها عمي معايا زمان النجي وهيلحقني. قالت له لا أكيد اتقتل. فبتقول له أنا ما مت. بيقول لها ما أنا عايش أهو. Thank you, Shepherd. بيقول لها انا عايش اهو. قالت له يعني قالت له يبقى انت ما تستحقش الموت. فبتقول له نام هنسافر بالليل. بيتهيألي انت مختلف في الضلمه. أليكس pay attention. ركز معايا. Now as a blind fighter you will be well served to have a shield. Now take it here with your left hand. It's heavy. قول له تقيل. المفروض يبقى كده. Now, this time when I swing at you, I want you to raise your shield. Press A W O D. A W O D عشان أقدر أستخدم السيف في الاتجاه اللي أنا الدرع. والأربعة تصمم للسيف. Excellent. برافو عليك. Now, right after you block my attack, you'll have a split second to counter it. قول له بعد ما ترد على هجومه قدامك كام ثانية إنك ترد على هجومه. But it's a more defensive way to fight. Give it a try. Block my attack and immediately counter attack. Press A, W, or D keys to hold your shield in the direction of your target. After blocking your opponent, press the right, left, or up arrow key to counter attack.
الشمال. Very good. تمام. Another game then. لعبة تانية. Defend me any way you want. إذا مثلا أنت عايزها. As I swing or block and counter attack. هاجم أو دافع أو أي حاجة. Once again. كم مرة؟ Well done. برافو عليك. الصوت ده مش بتصاب، ده صوت الضربة لأن أنا بتعب لما بضرب كتير. تقول له اصحى. وددن. عملوا مخيم فوقنا. لازم نتحرك. ورايا. الطريق ده. هنا. بص انا يعني حاسس انك متلخبط، بس فعلا انا مني بلعب وبتكلم في نفس الوقت، الموضوع صعب بعض الشيء. اوكي، فالاودادن رايدرز دول الرجاله اللي قتلوا عمه. بيقول لي ده حفله، انا خايفه تكون اخر وقت لينا. يعني بيقول اوصف لي 20 محارب واقفين في المكان كله، مفيش مكان نقدر نتحرك فيه، مفيش ريحة نار، تقريبا بيطقوش بعض. بيقول لها أنا عايز سيف ودرع. قالت لها هتعمل بهم إيه؟ بيقول لها هستخدمهم لو عوزت. أنا شتتهم، أنت استنى هنا. استنى، هرجع لك. عمي وعدني بنفس الحاجة. أنا شتت مجرمة يعني، مش حدش هيمسكني. يا لهوي، وقعت حاجة قفشوها. ايه ده؟ عندنا ايه هنا؟ لا استنى، اتقتلت. ده الواد الملكي، عندنا اوامر، اقتلوه هدول الجنرال. أليكس، أنت سامعني؟ أنت سرحت؟ أنا قلت لك إن أنا هتوهم، أنت سامعني هنا. أليكس سرح وده كان خيال. يقول لها لأ مش هيحصل. ده ظلمة قوي، هنتحرك سوا، أنا هقودك. ما تبقاش غبي، هرجع لك. لأ، مش هترجعي. عشان خاطري، اسمعي كلامي. يطلع عايزين نروح للبحر. بص لقيت ايه؟ تحس لعبة قوي، بس يعني على الأقل مش هتعور نفسك بيه. والدرع ده أي كلام قوي يعني، بس يعني تقدر تعمل بيهم. سيف ودرع بس وحشين قوي. دول الجنود، لما نحاول نتحايل عليهم بقى. على يمين يوم. قول له سامع حاجة؟ ركز ركز ركز. طب نعمل ايه؟ لما سبت المعتوه ده مفيش فايدة. تعال ده من كل اتجاه. كم واحد؟ خد. أخيرا. الجنود تاني ولا ايه؟ قفشنا تاني. خد بقى.
يلا بينا بقى يا رب ما حدش يمسكنا تاني. تاخدين بالك انت لازم تستخدم كل الكومبات اللي معاك، ده الفرق ما بينها وبين ابلاين Shepard, ليجند. over here. هنا Missing audio. Establish that Alex and the Shepherd will search for a safe village. دلوقتي أليكس و Shepherd هيدوروا على قرية يقعدوا فيها كان أمان. هنا بتستخدم كل قدراتك في انك تحارب، صعبة جدا. You know this village. انت عارف القرية دي؟ لأ ما وصلتش البعد ده في الشمال قبل كده. وصفها لك كأنها قرية صغيرة قوي. في سميث حداد وشوية بياعين وتافرن. لرجلك تبقى كويسة. بتقول له عايز إسعافات أولية. فبتقول له لازم تبيع حاجة وتجيب لي دواء يعني. لا بتقول له استنى هنا مع الحيوانات دور انت. طبعا ما فيش حد بيقول لي روح فين، بس في صوت البياع هناك. في بياعين اتنين. نص حاجات بياع. He's a young man who knows a thing or two about finer things. I know a merchant from the capital when I see one. Actually, I'm looking to sell my clothes. أنا بدور على حاجة بيعها. بدور عايز أبيع الساعة بتاعتي. أنا شايف الوقت عليا صعب برضو يعني. مش عارف ممكن أديك إيه. 100 كوبر؟ 100 عملة معدنية؟ I mistook you for a fellow merchant. I see now that you're a highway robber. بيقول له يعني انت تسرقها وتيجي تاخد عربيتي كلها ولا اديك طقم اسناني. بيقول له امال ايه؟ قال له 10 كوبر. قال له دلوقتي مين الحرامي؟ قال انا شفتها من ظهرها بس حلوه. 15 كوبر. قال له 20. I do have nicer customers to attend to. That's 5. 10. خد 5 اهم. If you don't mind me saying, you don't see. أعذرني أنت شكلك مش ما بتشوفش كويس صح؟ I'll be back with قال له لو عايز تغشني أنا ممكن أرجع مع حد من أصحابي. قال له لا وليه؟ That's 15. أهو 25 20. Nice doing business with you. Fight silks! Warm حرامي فجر زبالة. يا ريت نملك قتلك. ظروف هنروح للراجل ده اهو بيبيع صفات أولية اهو. بتدور على حاجة؟ بدور على دواء يعني صفات أولية. It's for my friend. حاجة للجروح وحاجات كده يعني. فبيقول له ليك انت اقدر اساعدك؟ قال له لا ده صاحبي. I'll just take the supplies. It'll be 10 copper for the bandages and poultice. 10 copper. تمام خد. There you go. Best of luck. Fresh bread. 2 loaves for a copper. تقول له هنا يا رخيص. ده انا بتشتم ليه الولية دي؟ كل ما تكلمه تقول له يا رخيص يا رخيص. طب اذا كان كده خلاص نروح لها. جاي I have the supplies. خد السبلايز اهيت. Need help with the dressing. محتاجة مساعدة في عالجك يعني. بتقول له مش أول إصابة ليا. أنا عايش طول عمري أدافع عن نفسي من الرجالة والذئاب. Thankfully no. بتقول لي بتقوله بيتهيألي انت مش متعود تنام كده. بتقول انا محتاجه كذا يوم على ما اقدر ان انا اسافر تاني، بس احنا قدامنا وقت نجيب شويه حاجات. احنا محتاجين فلوس ورمح. بيقول لها انا عايز سلاح.
Get some sleep, Alex. فبتتريق عليه وبتقول له نام شوية. الفكرة أنا مش عارف هي دايما بتشتم أليكس وبتقول له كلام alright. We should head كويس. To the tavern first and inquire. لازم نروح للتافن ده عشان ندور على شغل. مش هنعرف نتحرك لو مش معانا فلوس يعني. صوتها جميل شبه دي، ايه رأيكوا صح؟ الموسيقى العربية دي هي ديت Should we go in? ندخل. Press spacebar to enter. يلا. Alt key to leave. Alt عشان امشي ومستر عشان اخش. يلا بينا ندخل. بص خلينا افهمك، دي زي بقية العاب الار بي جي. فاضي بس مش هيأذي لو سألنا. هنا هناخد مهمات يعني عشان تبقوا فاهمين بس. وكل مهمة هتديني فلوس. I'm too old to be wandering around the wilderness, but I have heard there is a stolen strong box in a cave north of here. The thieves are gone, but the box is still there, apparently. Why would they abandon it? I don't know. It's just what I have heard. The account was very detailed. They hid the box behind a waterfall at the back of the cave. What do you think, Shepard? I think it's an excellent way to get ambushed by a cave full of thieves. Press spacebar to take up this quest. بيقول ايه؟ بيقول في صندوق مسروق وفي لصوص حاولوا يروحوا ياخدوه لكن هما ما عرفوش. ف بيقولوا اديني معلومات، انا ما اعرفش الناس بتقول كده. فبيقول لها اريكا تشيبرد قالت دي احسن طريقه ان احنا نروح فيها وشوط حراميه يمسكونا يبهدلونا. فتشيبرد مش عاجبها طبعا. فدي اول كويست لو دوسنا مسترها هنقدر ان احنا ناخدها يعني. خلي بالك ان الكويست ما ينفعش تاخد مرتين، هي مره واحده بس. I spoke with your cousin. He was selling outside the tavern. Well, he's not now. I've been told he ran afoul with the local fur traders. He's negotiating with them at their camp. I was hoping to find someone to accompany me there. Do we look like bodyguards? No. But you're obviously not from the village, so I can trust you would be reliable witnesses on my behalf should something go wrong. I also think showing up with a blind boy and a mysterious cloaked woman would keep the traders guessing. I can pay you 50 copper, assuming I make it back here safely. Press spacebar to take up this quest. ده أخو الراجل اللي بيبيع بره، فبيقول له إن هو عايز يخرج من المدينة بأمان ومش عارف. فبيتقول له إحنا شكلنا شبه الحراس يعني. قال لها لا انا مش عايز منك كده، انتوا بس واضح ان انتوا من بره البلد فانا اقدر اثق فيكم ان انتوا تساعدوني. هديكوا 50 كوبر يعني. الاولاني ما قالش السعر مش فاكر، وده 50 واحنا معانا 5، فحاجه كويسه نقدر نشتري يعني. نروح سهم يمين ونشوف بقيه الكويستس، ناخد فكره كده وبعدين نبقى نشوف هناخد منهم ايه يعني. Done it again. The stable master is going to kill me. What have you done, girl? A horse I was watering got away. It belongs to a rich patron. I came in here hoping that someone might be able to help me. It's up in the meadow above town, but I can't corral it on my own. What can you offer us for help? Nothing, but my thanks. Press spacebar to take. دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك هيقتلوني هيقتلوني. بيقول لها ليه؟ قالت لها ليه يا بت انت عملتي ايه؟ قالت لها انا كنت بحرس حصان بتاع حد غني وهرب مني، ممكن تساعدوني؟ فقالت لها هتدينا ايه لو ساعدناكي؟ شكرك. قالت لها اقدر اقدم لكم شكري بس، وهي دي المشكله. اتوقع سعيده؟ ما اعتقدش، انا محتاج فلوس اصلا عايز العب يعني. شكرها هيعمل لي ايه؟ هاكل ولا اشرب بشكرا. اختار مين؟ Are you coming to the trader camp then? Press spacebar to take up this quest. Eeny, meeny, miny, mo. Eeny, meeny, miny, mo. Eeny, meeny, miny, mo. ناخد الأول. ثاني.
ثلاث. نبدأ بمين؟ انا اخد اللي انا عايزه اصلا، مش لازم اخدهم كلهم يعني. يعني لو اخدت واحد وكفاني الفلوس خلاص، بس مش عارف. I'm telling you that coin is yours for the taking. Press spacebar to take up this quest. Use arrow keys to move on to other interactions. اتحرك بس عم يمين وشمال. هنختار ايه؟ Are you coming to the trader camp then? Press spacebar to take up this انا بقول ناخد ده. Kind of like your cousin. بقول انا اصلا ما حبيتش اخوك بصراحه، ولانا نفسي ان احنا نقتله بجد. يلا بينا نروح للمهمه. ده بتمطر. You two can wait here. قول له تقدر تستنى هنا. Gentlemen. Cousin. اخويا. Tell them our offer. قول له عرضنا. To give them all my money and all my wares and head home with you never to return here again. واضح ان اخوه واخد منه فلوس ومش راضي يديها له، يعني هو وسخ مع الناس كلها. My life ain't worth a third of that on the open market. It seems to me, cousin, that you don't have much of a bargaining position here. On the contrary, you see, I have pelts, and if they kill me, they will never find me. قولوا لو قتلتني برضو مش هتلاقي الحاجة اللي أنا واخدها منك. Then they'll probably kill me anyway. قال له طب لو قال له طب اديها له، قال له برضو هيقتلني. I fail to see what I can do to help you. خلاص. أشوفك على خير يا ابن عمي. هيقتله. We should leave. No. لازم نمشي يا أليكس. No. Please help me. ده جاي تحتحمى فيا انا؟ ده انا هموت واقتلك. هرجع لك الساعة. ابعد. يلا يا أليكس. Stand aside. ايه ده احنا هنحاربه؟ He stays with us. To hell with you. طيب. شمال. ده رجالة كتير. تاني. That was reckless, Alex. We couldn't leave. ده غلط. قالت له وليه ما نسيبوش؟ قال لها ما ينفعش نسيبه. بتقول له مش عارف اشكركم ازاي؟ قال لها هات ال 15 كوبر اللي اخوك كان بيوعدنا بيهم. ايه رايكم تاخدوا 35؟ قالت له يا قذر. قال لها كنت بهزر. معلش. اهو خد ال 15 كوبر اهو. وبعد كده يرجع لي الساعه طبعا. احنا معانا شوية فلوس دلوقتي، تعالى نحاول ناخد البو. بتقول المفروض نروح للحداد. طبعا انت سامعه على الشمال اهو. احسب انا معايا 55 كوبر دلوقتي. كوبر دي لعملة ها؟ What do you need, boy? عايز ايه يا ويزر؟ بندور على You know that the horde is on the march. Well aware. قول له انت عارف ان احنا في مارس، ما عنديش اسلحة كتير، بس يعني معايا كذا حاجة موجودة ممكن يعجبوك يعني. I have this sturdy sword. 30 copper. 30 copper. كويس. حرك بالاسم وممكن نختار اي حاجة تانية احنا عايزينها يعني. الفكرة هنا ان انت بتجمع فلوس بأي طريقة وبتستثمرها زي ما انت عايز. يعني عايز احدث اسلحة اقدر، او ممكن ما احدثهاش. وده الهانتنج بوت بتاع الرمح الصيد، ده اللي احنا عايزينه اصلا يعني. I think this leather chest piece and bracers might fit you. You can have it for 50. ودي هدوم. Press spacebar to consider purchase. الرابع. This oak shield should serve you better than that pot lid you're carrying. قول له الدرع ده يقدر انه يحميك اكتر من بتاع العيال اللي انت شايله ده يعني. طارق ايه؟ الفكرة ان الموضوع هنا مقلق، يعني انت لازم تختار، لو اخترت الاسلحة هتحميني بعد كده واقدر ان انا ضرباتي تأثر اكتر. The bow. Press spacebar to بس ده اللي احنا كده كده محتاجينه. Press spacebar to buy item. مسطرة. Good luck with that. كده بقى معانا
You will need it. 40 بس لان كان معانا 55 ودفعنا 15 عشان ده. احسب عشان تبقى عارف معاك فلوس قد ايه. ممكن نشتري حاجه تانية. The bow. Press space bar. The leather armor. نشتري الارمر ده. ده كويس هيحميني. The shield. او ولا الدرع. The leather armor. That will be 50 copper. 50 50. Can't afford it yet. ما معيناش فلوس كفايه. اه. I'll be going now. Thank you. خلاص دوس اوت. خرجنا كده. معانا الدرع. ممكن نتحرك دلوقتي. ده لو انت مش عايز حاجات تانية للرحلة يعني. ممكن ادوس ام عشان اطلع الخريطة. لا. This way. Nope. هنرجع للكافن. تقريبا كهف او حاجة ما تفهمش. Nope. Here we are. فاضل المهمتين. تعالوا ناخدهم. Pretty empty, but I guess it couldn't hurt to ask around. Use right and left arrow. I'm too old to be wandering around the wilderness. الراجل ده او دي. I'm too old to be wandering. لا وانا كده كده لازم اخد مهمة الراجل ده يعني. اصل دي مش تديني فلوس. اخد مهمتها ليه اصلا؟ Strong box in a cave north of here. The thieves are gone, but the box. ولا انتوا ايه رايكم؟ It's still there apparently. Why would they abandon it? I don't know. It's just what I've heard. And the account was very detailed. They hid the box behind a waterfall at the back of the cave. What do you think, Shepard? I think it's an excellent way to get ambushed by a cave full of thieves. Press spacebar to take up this quest. We could at least see if the cave exists. At the first sign of trouble, we turn back. All right. What do I know? وافق. بتقول لها على الأقل نقدر نتأكد إذا كان الكهف موجود ولا لا. أول إشارة للخطر هنيجي. قالت له ماشي. Well. The old man was right. I can see the opening. Describe it. شايف الفتحة. It looks wet and dark. I don't see any footprints in the mud. Perhaps we are safe to enter. بيقول لها وصفه لي. قالت له مبلول. Very dark. فتحة مبلولة وسودة. Follow me. ومفيش أثر أقدام. أعتقد إنه آمن إن إحنا ندخل. طبعا راح احل الشلاله. هو امام بما اني مفيش اثار رجلين لحد يعني مفيش حد جوه. I see the box. انا شايف الصندوق. I think I know why the thieves left. انا عرفت دلوقتي هو ليه لسه هنا لحد دلوقتي. طائر خيب شكله خلع. Shepard. Yes. Are you okay? Let's see if this was worth it. ونشوف ده يستحق ولا لا. 30 copper. Again, it's no wonder they left it. Well, it's something at least. 30 عملة. هتقول لي انا مش مستغربة دلوقتي ان هم سابوها. Press the M key to bring up your travel map. بس الفلوس مش كفاية برضو. خد بالك. فاضل كوست واحدة. تعال ناخدها وننفض. Here we are. Should we go in? Press space. Pretty empty, but I guess it couldn't hurt to ask around. Use right and left arrow keys to. Done it again. ما فاضلش الا الحزين. اوكي ما انا قلت لك مت. اللعبة فيها شوية حاجات غريبة. Another way then. انت يعني ايه؟ حاول تاخد ضد معايا. نوب. ده اللي حصل كده ان هم مشونا بره المكان. نوب. Here we are. Should we go in? Press spacebar. زي لسه نسخة تجريبية ففيها مشاكل يعني. Pretty empty, but I guess it couldn't hurt to ask around. Use right and left arrow keys to cycle through interactions of interest. I've done it again. The stable master is going to kill me. What have you done, girl? A horse I was watering got away. It belongs to a rich patron.
I came in here hoping that someone might be able to help me. It's up in the meadow above town, but I can't corral it on my own. What can you offer us for help? Nothing, but my thanks. That's the problem, isn't it? Press spacebar to We can help. What are you doing? With M&E. We need to focus on getting you home. How's this going to help us? It will help us sleep better. Thank you. We'll go now. بتقول له ده هيساعدك في ايه؟ احنا محتاجين فلوس. اطلع على الاقل هيساعدنا ننام كويس. اهو. There she is. وده؟ In the center of the pasture. You're the shepherd. What do we do? We'll spread out and move in on it slowly. بتقول له هو اللي هناك ده؟ بتقول له بيقولها انت الشيبرد انت ايه؟ قول لنا نعمل ايه؟ فقالت له نتقسم نتحرك ببطء. هنعرف نقفشه. Slowly, Alex. It will run off again. مش عايزين يمشي تاني. انا ايه اللي خلاني ناخد الكويست دي بس؟ قياس عشان اديته صفحة حلو. يعرف يغرونه في الألعاب. شش. Easy girl. You did it. عملتها. Thank you. شكرا. I am forever in your debt. You're quite welcome. أنا هدين لك طول عمري. You're quite welcome. أرحب بك جدا. We should think about setting out. Press the M key to bring up your travel map. أنت عارفين أنا أعتقد حاجة هو أكيد مش هحط لك مهمة من غير سبب. ممكن دي تطلع في القصة بعدين تساعدنا. ده توقعي عن خبرتك في الألعاب دي لو انت ساعدتها فممكن هي تنقذك في مرة يديك فلوس بعد كده مثلا في موقف. انا مش عارف طبعا انا بجرب معاك هو يعني لأول مرة. اللي حصل بقى معوق ليه مش قد يمشي. ما عملتش لوز للفوكس ولا حاجة بس هو الراجل شكله تعب. حرك يا ابني. هنفتح الترافل ماب يمكن فك العقدة. خلي بالك اللعبة مش معلقة اوكي بس هي فيها مشاكل. كويس جدا ان المشاكل دي بتحصل عشان ايه انا عارف انك هتسأل عنها في التعليقات. حل ان احنا عملنا بوز ماشي رجعنا تاني يعني. Press the right trigger or space bar. Right trigger اللي هو كنترول. اللعبة دي معمولة لل Use arrow load game. Press space bar to load. كده احنا خدنا كل الكويستس. نقدر نروح نشتري. We should think about setting out. Press the M key to bring up your travel map. البروجرس بتاعك مش بيضيع. هتبقى فاهم بس. What do you need, boy? I'd like to see your weapons and armor. Use right and left arrow key. I have this. I think this leather chest piece and bracers might fit you. You can have it for 50. This oak shield should serve you better than that. I have this old hunt. I have this sturdy sword. I think this leather chest piece and bracers might fit you. You can have it for 50. Press spacebar to. That will be 50 copper. Press space. It's a fine piece. Take care of it. Use right and left arrow keys to cycle through items of interest. I have this sturdy sword for 30 copper. Press space. That will be 30 copper. Press space bar. I don't have enough. I have this old. The lead. This oak shield should serve you better than that pot lid you're carrying. We'll say 20 copper. Press space. That will be 20 copper. Press space bar. It's a fine piece. Take good care of it. Use right and left arrow keys to cycle. I'll be going now.
Thank you. Always welcome. المفروض كده انا خلصت كل حاجه هنا، ما عنديش لا مهمات ولا اي حاجه، بس اتليست انا عايز اعرف صوت الكنيسه ده فيه ايه. المهم ام تفتح الخريطه. We are in a village called Braga. Push right on the left stick to consider travel to new places. Right on the left stick to return to the places. بس ما تخبطش الليفت ستيك ده الدراعات. طبعا انا بلعب بالكيبورد مش دراعات. طب الحاله دي عملت ايه عشان تنفع؟ دوست اسكيب او هروب وبعدين دوست الت وحرف ام عشان يفتح لي البتاع ده. طبعا هي لعبه دراعات بس. River town is 4 days journey from here. Press the right trigger to begin travel. Press left trigger to leave the map. River town, هي دي اللي هروح لها. Okay. This concludes the Veil demo. Thank you for playing. And also check out the hunting demo. It is under tutorials in the main menu. شكرا. What's gonna be my shirt? Falling Squirrel presents The Veil. Press the right trigger or space button. كنت منتظر اكتر، بس يعني هي نسخه ديمو ان شاء الله لما تنزل النسخه الكامله هقول لك طبعا يعني، وخليك تحملها وهتلاقيها على المنتديات بتاعتنا وكل. بص بقى ركز معايا كذا حاجه، لان انا عارف في ناس ما شافتش الجزء الاول وهتيجي تسالني هنا وانا المفروض ما اجيبش. بس يعني التحكم اللي ملخبطك ده تقدر تظبطه في بدايه فتح اللعبه، تمام؟ اول ما بتدوس على اللعبه دوستين بيظهر لك الويندو، بتقدر تتحكم فيه. من التحكم ازاي؟ روح للشرح عشان تفهم كويس. اللعبة دي معمولة بمحرك ألعاب يونيتي 3D اللي أنا بستخدمه في تصميم الألعاب. برنامج كويس جدا والموضوع كله حلو، واللعبة أنا شايف إن هي سوليد جدا رغم إن هي نسخة تجريبية لسه أول تجربة، فيعني طبيعي إن هي تكون وحشة. مش وحشة يعني، أنا مشاكله قصيرة، بس من وجهة نظري الأداء الصوتي للشخصيات، تشابر صوتها قوي جدا وفعلا باربيريان واللهجة بتاعتها، فاهم؟ لو بتسمع مسلسلات او حاجات من اللي هي بتاع بريطانيا هتفهم الكلام ده كويس، ان دي لهجات فعلا والناس دي تعبانين عن اللعبه. اللعبه موجوده للويندوز زي ما انت شايف، بس غالبا ممكن تبقى موجوده للاندرويد وللاي او اس لما تخلص، لان يونيتي بيسبورت ان تدوس الزرار تخلي اللعبه لاي حاجه، اندرويد اي او اس ويندوز ماك لينكس تقريبا اي جهاز خلقه ربنا تقدر انك يعني تعمل اكسبورت للعبه عليه. طبعا ده مش عن يونيتي، يعني انا مش جاي اتكلم عن البرنامج، هو كده كده مشهور لوحده، بس انا بفهمك ايه توقعي ان اللعبه تكون لكل الناس او لكل الاجهزه يعني بسهوله كمان وبنفس الشكل. المهم مش موضوعنا. كده الديمو خلص، قول لي ايه رايك في التعليقات، ومعذره تاني على التاخير بجد. لو في حاجه باظت في التسجيل ده يعني ممكن اقطع شراييني، وان شاء الله يكون كويس وارفعه لكم دلوقتي. سيبوا لي تعليق حلو وقولوا لي ايه رايكم، وما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فات، شوفوا قائمه تشغيل العاب المكفين كامله عشان بس ما تقولش ان انا اخدت كل حاجه. بص ركز معايا. Use upload start new game tutorials. Quit game tutorials. Beef tutorials. Press push down on the left stick. Sword shield tutorial. Tutorials بتاعتك الحاجات اللي انت اتعلمتها. Sword tutorial. في sword tutorial. Press space shield tutorial. Shield tutorial. Press space bar to select an option. Combat demo. Combat demo. Press space bar to select. الحاجات اللي عملتها مع عمك. Use arrow key. Village demo. Press space bar to select. Hunting demo. وصل ده الهانتنج ديمو ده تدريب على الصيد. اوكي I'm not supposed to be outside of the keep. What if we get caught? Father's not even in the city. انا وثيو as you swinging a sword. Why not shooting a bow? I suppose. What am I shooting? There are pigs that come around here looking for scraps in the evening. Okay, Mish. I don't want to kill anything. The arrows are blunted. I doubt they would even go through parchment.
There's one now. اخو بيعلمه ازاي يستخدمه. طبعا انا مش هوريك دي لسبب بسيط. Let's move and عشان اسيب لك حاجه تجرب فيها انت يعني. لكن لو ما عرفتش قولي في التعليقات برضه وانا بعملها فيديو ان شاء الله. الموضوع مش كبير. بس كان كل اللي عندنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب. اشتركوا في العاب المكفوفين. اشتركوا في القناه. فعلوا زر الجرس. اعملوا اي حاجه تبسطني عشان بصراحه الفيديو تعبني والايديتنج مش الايديتنج التظبيطات وجهاز الصوت بصراحه غالي فيعني اتضرب وحميت شويه وسبورت الفيديو اوكي. وفي فيديو برضه تختيم كامل ابلاين ليشن لو يهمك الموضوع ممكن تروح تشوفه. الرابط كلها في الوصف يعني عشان تبقى فاهم. وشوف العاب المكفوفين والدروس اللي عندنا وكل حاجه. كفايه كده بقى. نشوفك في فيديو تاني ان شاء الله. معاكم احمد سامي. Press the right trigger or space bar to begin. ملحوظة صغيرة، انا بعد ما خلصت الفيديو وسمعته لاحظت ان في حاجة حصلت. المايك بتاعي اتزحلق فصوتي مبقاش واضح شوية وصوت الكيبورد وانا بستخدمها ظهر. فاتمنى انتوا تعذروني على النقطة دي. انا قلت اقولها في اخر الفيديو قبل ما تقولي في التعليق. ده طبعا ما اثرش على الفيديو في اي حاجة وكده كده صوتي واضح زي ما هو. بس يعني انا قلت اقول لكم كده. وبصراحة مش هشاهد الفيديو تاني.